يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في بريطانيا، لكن موجة الإسلاموفوبيا تبدو في تصاعد، خاصة مع الهجمات الإرهابية الأخيرة ودعوات الكراهية التي تظهر من حين لآخر. وبلغة الأرقام، فإن مدينة لندن وحدها سجلت عام 2017 ارتفاعا ملحوظا في عدد جرائم الكراهية بنسبة 40% عن عام 2016، غير أن المسلمين في بريطانيا يسعون إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي متحدين دعوات الكراهية. ولعل هذا هو ما يعكسه معرض مسلم لايف ستايل شو 2018، وهو حدث ثقافي إسلامي يضم متجرا شاملا للأزياء الإسلامية والطعام والترفيه. مسلم لايف ستايل شو يسهم في زيادة الثقة بين المسلمين الذين يعرضون ويبيعون منتجاتهم هنا، ويسمح أيضا للغربيين برؤية المسلمين من منظور مختلف عن مسألة الدين فحسب. طعامهم، أزياءهم، تمويلهم، رحلاتهم، يسمح هذا لهم بإجراء معاملات تجارية، خاصة وأن التجارة تحطم الحدود. ويضم المعرض الذي يعد الأضخم من نوعه أكثر من 200 نافذة لعرض المنتجات الإسلامية، وهو ما يجتذب آلاف المسلمين من مختلف أنحاء بريطانيا. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، فإن آخر إحصاء عام أجري في 2011 أظهر أن بريطانيا وويلز بهما نحو 2,700,000 مسلم، نصفهم تقريبا دون سن 25، ونحو 90% منهم دون سن 50.